الأساتذة الفضلاء، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم كل الترحيب لهذا اليوم وهذه المناسبة الطيبة ولهذا الوقت المناسب التي تقيمه رابطة متعهدي حج بابل بمناسبة فوز بعثة الحج العراقية بالمركز الأول على بعثات الدول الإسلامية. وبفضل الله ونعمه علينا نحتفل هذا اليوم بتتويج البعثة العراقية للحج والعمرة، هي الأولى على العالم الإسلامي، وهذا إن دل على شيء يدل على التزام الحاج العراقي بالشريعة السماوية ومنهجه الإسلامي وبالنظام العالمي، وهذه كرامة من الله عز وجل إلينا نحن المسلمون، وبركة منا إن شاء الله أن نكون دائما على هذا المنهاج، ونقول الحمد لله الذي رزقنا بهذه الكرامة. أول ما نبتدئ به إن شاء الله آيات من الذكر الحكيم نتلو على مسامعكم. وطننا العراق، ولهم حق علينا أن نقرأ لهم سورة الفاتحة وقوفا تسبقها الصلاة على محمد. ممثل الهيئة العليا للحج والعمرة الحاج حسين جاسم فليتفضل مشكورا بذكر محمد. وَذِّنْ في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميم. أيها الأخوة، أيها الأحبة، تلك هي حكمة الله تبارك وتعالى أن يتوجه الناس في كل عام إلى تلك البقعة المباركة التي لا زرع فيها ولا كلى. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، كما يتوجه الناس في زمن إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة، يتوجه المسلمون في كل عام إلى تلك البقعة المباركة الحرم الإلهي الآمن زرافا ووحدانا وعلى كل ضامن لأداء تلك الفريضة المقدسة، رغم ما فيها من التعب والنصب، وهم يرتادون شوقا إليها في كل عام. واليوم وفي موسم حج عام 1444 هجرية كان للعراق دورا وسمعة وموقفا، فقد قدمت الهيئة
الهيئة العليا للحج والعمرة متمثلة بسماحة الشيخ المجاهد المسعودي وكل اللجان العاملة فيها الذين واصلوا الليل بالنهار النموذج الأفضل من بين دول العالم في تنظيم أعمالها وتقديم خدماتها وترتيب أمورها، فأصبحت تستحق الشكر والثناء والتقدير والتبريك على ما حصلت عليه وما وصلت إليه. أيها الأحبة، أيها الأخوة، إن الحج مؤتمرا واسعا وعظيما يضم الملايين من المسلمين القادمين من كل بقاع العالم، وكل يحمل عاداته وتقاليده وطبيعة مجتمعه، ويلتقون على صعيد واحد يتجاذبون الأفكار والآراء والتوصيات التي تنفع المسلمين، رائدهم في ذلك التقرب إلى الله من خلال أداء الشعائر المرتبطة بالحج. ولو قدر للساسة المسلمين أن يستفيدوا من هذا المؤتمر العظيم والتجمع الكبير لكان عونا لهم في حل الكثير من المشاكل التي نعانيها الشعوب الإسلامية في شرق الأرض وغربها، ولما احتجنا للاستعانة بدول الغرب ومحور الكفر والشرك لحل مشاكلنا، وخاصة وإن ديننا الحنيف يشمل ما يحتاجه الإنسان وما يعانيه في هذه الدنيا. إن النوايا الصادقة التي يحملها الحجيج وهم يقصدون بيت الله الحرام تساعد كثيرا على إيجاد الأجواء الإيجابية والتعاون الكبير بين أبناء الدين الواحد نحو توفير المناخ الذي يخدم المسلمين خاصة. وإن في عالمنا الإسلامي من القدرات البشرية والإمكانيات الاقتصادية ما يجعل المسلمين سادة وقادة لكل العالم وقادرين على التحكم بالقرار السياسي العالمي فضلا عن الضغط الاقتصادي. وقد أودع الله سبحانه وتعالى في أرض المسلمين ما يمكنهم بالاعتماد على أنفسهم وقدراتهم في توجيه البوصلة بالاتجاه الذين يرغبون. أيها السادة، لقد سجل العراق إنجازا آخر في العملية السياسية وتقدمها من خلال تقديم صورة للعالم الإسلامي من درجة الالتزام والتنظيم والخدمات التي قدمتها الهيئة العليا للحج والعمرة للحجاج العراقيين، حتى حصلت على المرتبة الأولى من بين عشرات الدول الإسلامية، وهو إنجاز واضح. آملين الاستفادة من هذا الإنجاز من الحكومة بخطى ثابتة نحو تقديم الخدمات لأبناء هذا الشعب ورفع المستوى المعاشي للطبقة الفقيرة والمسحوقة التي تنظر إلى الحكومة من خلال الأمل بكونها المنقذ والمخلص والآخذ بيدها نحو التقدم والازدهار. ولا يفوتني في نهاية الحديث وأنا أتقدم بالتهنئة والتبريكات لكل الحجاج الكرام على نجاح هذا الموسم الرائع، إلى أن أذكر أخواني الحاضرين بضرورة الحفاظ على كل المنجزات التي تحققت في عام 2022 وكذلك 23، ولن تكون ذلك إلا من خلال المشاركة الفاعلة والقوية في اختيار مجلس المحافظة القادم، وذلك من خلال المشاركة الكبيرة في الانتخابات وحسن اختيار المرشح المناسب الذي يخدم أهله وشعبه ومحافظته. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للتحدث والمشاركة، وأهنئ الحجاج الكرام على عودتهم سالمين بعد أن من الله عليهم بنعمة الحج وأداء هذه الفريضة المقدسة. ونحن العاملون في الهيئة العليا للحج والعمرة رئيسا وموظفين وعاملين نفتخر بأننا خدمة لضيوف في الرحمن. وأذكر أخواني الحجاج بأنهم ما زالوا في ضيافة الرحمن وكرمه ما لم يرتكبوا الكبائر من الذنوب، وأدعو لهم بالحفاظ على هذا المكسب العظيم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا
لممثل الهيئة العليا للحج والعمرة الأستاذ الحاج حسين جاسم. نعم هكذا هم العراقيون متلاحمون في كل شيء، أخوان في كل شيء. نعم يبقى العراقي هو المميز إن شاء الله بدوام ما مضمون في هذا البلد العظيم من إنجازات ومن أمور جعلها الله سبحانه وتعالى، وكلها ذخرا لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. كلمة الأستاذ حيدر مدير ناحية الإسكندرية فليتفضل مشكورا بذكر الصلاة على محمد باسم أهالي الإسكندرية بساداتها ومشايخها. نرحب بالضيوف الكرام وإن شاء الله حللتم ونزلتم سهلا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. حقيقة قد أختلف معكم بعض الشيء لأن ما حصل في هذه السنة. أولا نبارك للحجاج، حقيقة نبارك لهم حجهم ونبارك لهم أداء هذا الواجب المقدس إن شاء الله، وأيضا نبارك لهيئة الحج هذا الإنجاز. ولكن قد أختلف معكم بعض الشيء بأن خدمة الحجاج هي ليست مكسب أو مغنم، حتى أن القرآن ذم قريش لما في الآية المعروفة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله واليوم الآخر. ولكن أنا أقول ما حدث هذا العام فيه عدة أمور نستطيع أن نفتخر بها. الأمر الأول أن الهيئات المستقلة كهيئة الحج يجب أن تكون كما مخطط لكل الهيئات المستقلة أن تعمل بعيدا عن التجاذبات السياسية وأن تعمل بشكل مستقل وتؤدي واجبها المطلوب منها، وهذا ما نجحت به هيئة الحج. وأعتقد الدور والفضل إن شاء الله لله ولإدارة هذه الهيئة ولكل كادرها في كل المحافظات. حقيقة كانت جيدة بداية من تسيير معاملات الحجيج وتسيير رحلاتهم والمتعهدين وكل تفاصيلها، وبعناها أنها عملت بمهنية عالية، وهذا حقيقة ما نتمناه ونطمح له أن تعمل كل الهيئات المستقلة بعيدا عن التجاذبات السياسية وأن تؤدي مهامها بشكل جيد. الأمر الآخر الذي نستطيع أو من حقنا أن نفتخر به هو أن يعود العراق واسم العراق في المحافل الدولية. حقيقة هذا احنا افتقدناه في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات وبسبب الدور السلبي إذا صح التعبير للجهات الحاكمة في هذه المرحلة. غيبت العراق في كثير من المحافل، ونحن نفتخر عندما يفوز المنتخب العراقي بكرة القدم لأن نقول بأنه سيعود العراق كما كان وسيعود العراق قوي في المحافل الدولية. وأيضا هذا الحدث اللي صار الأخير هو مؤشر لعودة العراق في المحافل الدولية كما يليق به. يا أخوان هذا العراق العظيم لا يجب أن نستهين به، هذا العراق الذي يقول التاريخ ويبلغنا التاريخ بأن كل الأنبياء مروا وكل الأئمة الآن على مستوى أئمة المذهب الجعفري أكثر من 7 أئمة مدفونين في العراق. الحسين سلام الله عليه الذي هو بوصلة الكون ترك كل المدن بما فيها مكة مع قدسيتها وجاء إلى كربلاء للعراق ليؤسس إلى طريق الحق. العراق الذي في أحد الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يظهر قائمنا حتى يظن أهل العراق بأن لا منجا ولا مخلص إلا به. لا بد أن نعرف معنى العراق العظيم، ولا بد أن نعمل كلنا كل من بحسب إمكانيته وحسب مكانته ابتداء من الفرد المواطن البسيط إلى شيخ العشيرة إلى شيخ الدين إلى المسؤول في الدولة أن نعكس صورة حقيقية عن العراق. فالعراق أمانة في أعناقنا كلنا إن شاء الله، وكلكم أهل لهذه الأمانة. أبارك لكم هذا الحدث وأتمنى أن يبقى اسم العراق عاليا في كل المحافل. وأنا ما أريد أطيل عليكم وشكرا لكم ولهذا الحضور الكريم. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ مدير ناحية الإسكندرية الأستاذ حيدر. نعم رزقنا الله أن نكون في العراق، وهذا العراق هو البلد
الذي طالما أن يكون خيراته كثيرة وكل العالم حقيقة تطمع أن تكون هي من العراق، ولكن فضل من الله عز وجل أن يرزقنا أن نكون نحن من نمتلك هذا البلد العظيم بشخصياته بقومياته بجميع مسمياته. كلنا إن شاء الله متكاتفون. نعم، العراقيون لهم عند العالم كلمة أخرى، كلمة كبيرة، ألا وهي إن التلاحم عندهم لا يوجد في الدول إلا ما ندر. كلمة للشيخ عقيل النصراوي فليتفضل مشكورا بذكر الصلاة على محمد. إخواني الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لجميع العراقيين والحجاج بشكل خاص لتوفيقهم في أداء مناسك الحج في هذا العام بكل يسر وسهولة، وعلى الرغم من وجود الأعداد إضافية هذا العام في حجاج الدول الإسلامية دول العالم الإسلامي، وحسب الإحصائية التي وصلتني بلغ حجاج العراق لهذا العام قرابة 41,000 حاج عراقي، وهذا عدد كبير يحتاج إلى إدارة ناجحة وإعداد مسبق وخطة وعمل متقن وأيدي عاملة أمينة. أيضاً المباركة الأولى لبعثة الحج العراقية في حصولها على المرتبة الأولى في الدول الإسلامية، مع العلم وجود إمكانيات أعلى من إمكانيات العراق في الإعداد والاستعداد، ولكن حصول العراق حقيقة في هذا العام في المرتبة الأولى هو مكسب كبير ووجه ناصع حقيقة للعراق والعراقيين، ويدل على وجود الأيدي الأمينة و الإدارة الناجحة في أمثال هذه الوظائف المباركة الطيبة التي ممكن أيضا أن ينهض بها باقي الجهات وباقي الوزارات في العراق، وهذا مما يجعل لنا أملا في أن يصنع للعراق مستقبل زاخر جيد يؤدي إلى راحة العراق والعراقيين. كما تعلمون بأن الآيات القرآنية باعتبار هناك مناسبة في التكلم عن الحج ومناسك الحج، تعلمون بأن الآيات القرآنية التي تحدثت عن الحج كثيرة جدا، ولكل من هذه الآيات الكثيرة لها مناسباتها الخاصة التي تنير لنا شيئا من أسرار الحج العجيبة، ولكن من خلال آيتين شريفتين تضيء لنا شيء من فوائد الحج العظيمة، نحاول أن يتبين من خلالها شيء من آثاره وفوائده ومنافعه الكبيرة. الآية الأولى قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، حيث أن هذه الآية المباركة التي تبين بأن الله تعالى قد جعل الكعبة المعظمة مصدراً مهماً للمجتمع، بل وقواماً له، وذلك لأن الحج يمثل الركن الركين في قوة المجتمع الإسلامي، وهذا واضح من خلال الحديث الشريف: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فكان الحج أحد الأركان العظيمة التي بني الإسلام عليها، وهذا معناه
معناه أن هناك ترابط بين الحج وبين الأمة الإسلامية، فإذا عدم الحج ولم يتحقق معناه أن الأمة والمجتمع سوف يتلاشى ويضمحل شيئا فشيئا. أبين هذه الفكرة في الترابط بين الحج وبين نهوض الأمة الإسلامية. ولذلك يقول الفقهاء في حالة عدم وجود الحجاج إلى بيت الله الحرام لا سامح الله، لو افترضنا أنه في سنة من السنين لا يوجد حجيج، ماذا يقول الفقهاء في ذلك؟ تتحول فريضة الحج وتكون واجب كفائي في أمثال هذه الحالة، فيكون الواجب على كل واحد منا أن يذهب للحج وإن كان ذاهبا قبل ذلك عشرات المرات. ولذلك يفتي الفقهاء بعدم جواز خلو الكعبة المعظمة من الحجيج، ولذلك صارت الكعبة قياما للناس. أما الآية الأخرى فهو قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فكان هذا الأذان في دعوتهم للحج، فكانت دعوة إبراهيم عليه السلام باقية على مر العصور وامتداد الزمان والتاريخ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. أبين بعض المنافع على وجه الاختصار، وإلا أن المنافع التي يشهدها الناس ويشهدها الحجيج شيء كثير ويطول الكلام عنها. ومن هذه المنافع أن مقاصد الحج هي أسمى من أي مقاصد عادية، وذلك لأن أفق الحج يعتبر من الآفاق العالية والرفيعة، وذلك لأن الحج يضفي نوعا من الصفاء على قلوب وأرواح الحجيج ويبعث فيها الضياء والقرب من الله عز وجل، بل ويوقف على بواطن الاستغفار والتضرع والمناجات الإلهية لحصول القصد الحقيقي إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام إلى الحج. وذلك لوجود روايات كثيرة في هذا الجانب بأن الحاج يرجع كيوم ولدته أمه، أي لا ذنب عليه، وفي روايات أخرى يقال له استأنف العمل كأن تكليفك بدأ من الآن. وهذا لا يتصور أو لا يتبادر للأذهان بأن مظالم العباد تمسح، لا، مظالم العباد التي ظلمها وإن ذهب إلى الحج عشرات المرات لا تمسح، ولكن تغفر الذنوب التي بينك وبين الله. هذا ملاحظة لابد من التنبه عليها. أيضا إن فريضة الحج لا يمكن إيقاعها في أي وقت شاء من أيام السنة، بل هي في أيام معدودات، كما لا يمكن أن تكون في أي مكان شاء، بل لا بد أن تقع في هذه البقاع والمشاعر المقدسة مكة وعرفات والمزدلفة ومنى. ولذلك جاء الأمر الإلهي بإداء هذه المناسك في وقت محدد وميقات معلومة، فصارت فريضة الحج عالمية يجتمع فيها المسلمون من أقطار الأرض على اختلاف ألوانهم وأنواعهم. ضمن ضوابط الميزان الإلهي في التحابب وعدم التخاصم. ولذلك قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فصارت أي مناسك الحج ومواسم الحج موردا للتعارف والتحابب لا للتخاصم والتباغض. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وألف شكر للشيخ عقيل النصراوي، الرجل الذي طالما خدم هذه المناطق بتوجيهاته وعلمه المميز في جميع الرحلات الحج والعمرة، وله باع كثير حقيقة
لهذه المناسبات الدينية، وإنسان متميز بخدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حقيقة، وأنا أشهد بذلك، لأن الكثير الكثير ما قدمه من الأمور نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسنات. نجدد هذا الترحيب بكل الحاضرين، بكل المسؤولين، كل المشايخ الكرام، ولكن هناك كلمة لأنفسنا طالما أن قالها ويقولها جميع الناس، إنهم إخواننا وأنفسنا. ممثل مديرية الوقف السني في الفرات الأوسط يتفضل مشكورا الشيخ عماد علي الصيف، فاستقبلوه بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. السادة ممثلي هيئة الحج والعمرة، السادة الأمنيين الكرام، السادة ممثلي مديرية الوقف السني لمنطقة الفرات الأوسط، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتقدم مديرية الوقف السني لمنطقة الفرات الأوسط وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور خالد سلمان الجنابي والكادر الديني والإداري ورابطة أئمة وخطباء الفرات الأوسط بأجمل التهاني والتبريكات لإخوتنا في هيئة الحج والعمرة لنيلهم المركز الأول في تنظيم حملات الحج، فلكم منا كل الفخر والاعتزاز بما قدمتموه. نغتنم هذه الفرصة الجميلة ونقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات القلبية، آمنين من الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نجاحات الحياة بكل سعادة، فأنتم تستحقون كل رسائل التهنئة القلبية وكلمات التقدير على مجهودكم الواضح الذي بذلتموه لتصلوا لهذه اللحظة السعيدة. مبروك النجاح أحبتي في الله، فنجاحكم هو مسيرة إنجازات وتفوق يدوم مدى العمر. أطيب التهاني وأطيب التمنيات بمستقبل باهر لكم، طالما أن المثابرة والجد عنوان حياتكم. نتمنى لكم التفوق الدائم، هذه ليست سوى البداية، وهناك مشوار طويل مليء بكل الخير والنجاح. لكم فخورون بنجاحكم الساطع في هذه الأيام، ونتطلع لرؤية المزيد من المثابرة والعزيمة القوية لتصلون إلى أعظم المقامات. هذا وبارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وألف شكر للشيخ عماد علي الصيف، حقيقة كلمات في الصميم قالها ومن كل قلبه، فنشكره ونشكر من بعث به من الكلمات الطيبة. مكتب الحاج صلاح الجحيشي جزاه الله خير، كثير ما قدم من الخدمات لشمال بابل، فله لكم منه الشكر والتقدير، فليتفضل. جزاه الله بجزيل الشكر والامتنان إلى كافة الحضور الأكارم من المشايخ والسادة والمسؤولين والوجهاء وممثلي كافة الجهات الرسمية وغير رسمية. الحقيقة هذا الفوز هو ليس فوز إلى الهيئة العليا للحج والعمرة، وليس فوز إلى المتعهدين، بل هو فوز إلى العراق العظيم. الفوز هو يمثل العراق ولا يمثل الهيئة. نحن كأفراد في هيئة الحج والعمرة سواء موظفين أو متعهدين أو مرشدين، نعمل بما يملي علينا الله سبحانه وتعالى لنقدم الخدمة المطلوبة إلى الحجين. خدمة الحاج هنالك شعار موجود لدينا، خدمة الحاج شرف لنا، الشرف معلوم لدى الجميع، لا شيء أعلى من الشرف. فالخدمة لما تقارن الشرف فإنها أعلى مراتب الخدمات.
الحقيقة يعني من خلال عملي أكثر الدول الآن مسافر لها, ويعني من خلال السفرات ومن خلال الجولات السياحية وغير السياحية, لم ألاحظ بحياتي طيلة خدمتي في هيئة الحج والعمرة كمتعهد أعظم من هذه الخدمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة أهلنا في بلدنا الحبيب والعراق العظيم, ونعاهد الشعب العراقي بأننا سنكون الأول في كل عام بإذن الله تعالى. في الآخر أتمنى لكم أطيب الأوقات في هذا الحفل البسيط الذي أقامته رابطة متعهدي حج بابل, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا ويسدد خطاكم لخدمة هذا البلد العظيم, والله ولي التوفيق. قبل الختام أستغل هذه الوجوه الطيبة والمشايخ الكرام والأساتذة الفضلاء مع تقديري لكم جميعا. لدي طلب إلى مكتب بابل للحج والعمرة الحاج حسين, أتمنى منه أن أكون أواجه الشيخ المسعودي جزاه الله خير إن استطاع, لدي حضر للحج ممكن أن إن شاء الله يرفعون هذا الحضر مني جزاكم الله خير. فهذا طلبي, ممكن أن تكون إن شاء الله بعد نهاية هذا المحفل لي بين وبين إن شاء الله كلام جزاكم الله خير, وأنا قصتي حقيقة معروفة ممكن على مستوى البلد حقيقة. شكرا لكم, شكرا للمشايخ الكرام, شكرا للحضور, شكرا لجميع من حضر لهذا الموسم الطيب, شكرا للبعثة الحج والعمرة في بابل وفي العراق. حقيقة رفعت رؤوسنا بهذا الصرح الكبير, شكرا لكم وشكرا للحضور, وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. ونختمها بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كافة الجهات التي شاركتنا هذه الاحتفالية البسيطة بمناسبة فوز بعثة الحج العراقية بالمركز الأول على بعثات الدول الإسلامية. ونحن كرابطة متعهدي حج بابل نعاهد العراق وأبناء العراق بأننا سنكون الأول في كل عام بإذن الله تعالى. المتعهد صلاح الجحيشي, مكتب بابل.